السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا عن الألياف الغذائية. الألياف دي عبارة عن إيه؟ طبعاً هنتكلم عن أهميتها لصحة الإنسان، زي السليلوز، هيموسليلوز، البكتين، الليجين، الأصماغ زي الصم العربي. كل دي ألياف، والألياف في الحقيقة هي عبارة عن كربوهيدرات بس غير ذائبة، ومن ثم تقاوم الإنزيمات الهاضمة الموجودة في الجهاز الهضمي، وما هيش ولا نستطيع ان نعتبرها مصدر للطاقه، ولكن لها وظائف طبيعيه ميكانيكيه هامه جدا. فليها القدره على امتصاص مزيد من الميه، فيستشعر الانسان الامتلاء، والتبعيه يتوقف عن تناول مزيد من الاكل، وده بيظبط الوزن ومضاد للسمنة. بتزود الحركه الدوديه للامعاء، وتيسر انزلاق الفضلات للخارج، وتمنع الامساك بالتبعيه. تنشط البكتيريا النافعه الموجوده في الجهاز الهضمي، وتقلل خطر الاصابه بالسكري وامراض القلب، وتخفض الكوليسترول الضار، وتخفض ضغط الدم العالي، وتلاحظ كذلك انها تقاوم بعض انواع السرطانات. بيوصى بالحصول على قرابه 30 جرام منها يوميا، شرط الا تزيد عن 70 جرام. إذا زادت لها مضار، لأنها بتزود التخمرات وبيحصل فرمنتيشن وغازات، إضافة لأنها بتغلف كثير من المعادن الهامة فتمنع الجسم من امتصاصها زي الحديد، كالسيوم، مغنيسيوم، زنك. وده قد يحدث لبعض الناس بيستخدم عيش الرد أو عيش السن لفترات طويلة وبكميات كبيرة، بيحصل عندها نقص في الحديد والكالسيوم. طيب ازاي نحصل على الالياف دي بمصادرها؟ الحبوب الكامله هي مصدر جيد جدا للالياف طبعا. يعني لو جبنا القمح وعملناه بليله، والنهارده في شعير برضه مشهور بيتعمل بليله، يبقى خدت الحبه بكامل هيئتها بالالياف اللي فيها. لما نيجي نطحن الدقيق، لو زودنا نسبه استخلاص زي الدقيق الابيض اللي هو 76%، معناها ان انا نحيت 24% من مكونات الحبه. ألمانيا النهاردة طبعاً العيش الأسمر نسبة الاستخلاص يعني فوق 80%، هي أقل سوءاً من الدقيق الأبيض. ألمانيا وصلت ل 98% نسبة استخلاص. لما تحب تطلع عيش أسمر صحي لا تنحي غير 2% من مكونات الحبة. الفاكهة فيها ألياف، الخضروات فيها ألياف، الأرز البني، العدس، البقوليات معظمها فيها ألياف زي الفاصوليا، الفول، البسلة، اللوبيا وما شابه. فننصح الناس بالاهتمام بالحصول على الألياف لأنها هامة جدا للصحة، وإن كانت ما هيش مادة غذائية لكن مادة ليها فوائد طبيعية هامة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.